أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين والغر المحجلين. ما خاب من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم سادتي. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سيدي يا مولاي غريب يا مظلوم كربلاء، وجه الصباح علي ليل مظلم، وجه الصباح علي ليل مظلم، وربيع أيامي علي محرم، والليل يشهد لي بأني ساهر. إن طاب للناس الرقاد فهوموا بي قرحة، لو أنها بي لملم نسفيت جوانبه وساخ يلملم. قلقا تقلبني الهموم بمضجعي، ويغور فكري في الزمان، ويتهم من لي بيوم وغن يشب ضرامه، ويشيب فود الطفل منه فيهرم. يلقي العجاج به الجران، كأنه ليل وأطراف الأسنة أنجم أو موتة بين الصفوف، يعني الشهادة في سبيل الله، أو موتة بين الصفوف. أحبها هي دين معشري الذين تقدموا، ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به، ويضم الضيغم ويقدم الأموي، وهو مؤخر ويؤخر العلوي، وهو مقدم مثل ابن فاطمة
مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته متنعم يرقى منابر أحمد متأمرا في المسلمين وليس ينكر مسلمون ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضائل أعظم خرج الحسين من المدينة خائفاً كخروج موسى خائفاً يتكتموا وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم لم يدر أين يريح بدن ركابه فكأنما المأوى عليه محرم يا ويلي يا ويلي طوح الحادي والضعن طوح الحادي والضعن هاجب حنينا زينب تنادي سفرة القشرى علينا صاحت بكافلها شديد العزم والباس شمر ردانك وانشر البيرق يا عباس جني أعاينها مصيبة شيب الراس ما ظنتي نرجع بدولتنا المدين قالها يا زينب هاج عزمي لا تنخي أبو المروة صاحب الغيرة ما يقدر يشوف أخت زينب قلقة مهمومة يا حزينة يريد يطيب خاطرها قلها لا تهيجيني ولا يدش بقلبك الخوف قالها يا زينب هاج عزمي لا تنخين ما دام انا موجود يا اختي ما تذلين لا تنقلب شاماتهم ويا العراقين لطحن جماجمهم ونحامي الضعيم الا لا تهيجيني ولا يدش بقلبك الخوف أنا ما يروعني طعن الأرماح وضرب لسيوف لكن بس طلبي من الله يسلم لي هالجفوف لحمل على العسكر وذكرهم بموت أخي زينب لا تخافي لا تخشي أذن ما دام راسي سالم وسالم لك حسين أضمن يا زينب بالمعزة ما تذلين ولو طاح جسمي على الثرى لازم تعذرين من بعد حز الراس لا لوم علي شتجاوب زينب سلام الله عليها
تقل أعرفك بالحروب يا أخوي وافي وقطع الزند هذا الذي منا مخافي اليوم بمعزة وبعدكم مدري شوافي إياه يرد الخيل لو هجمت عليه لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. يقف الإمام أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه متأملا ومنبها في هذه الآية المباركة متأملا ومذكرا لنا فيما ورد من أمور هامة وحقيقة قد تغيب عن كثير من الناس الذين قد يقرؤون كتاب الله عز وجل ويمرون على الآيات مرور الكرام دون أن يقفوا عندما تحويه من مضامين أو ما تشير إليه من مفاهيم أو ما تحمله من معاني أو دقائق المعاني العالية. ونحن نعلم أن القرآن الكريم مسبوك سباكة إلهية ببلاغة عميقة يعجز عنها كل البشر. وقد تحدى القرآن البشر أن يأتوا بآية من مثله فلم يقدروا على ذلك. فلا تقديم ولا تأخير في الألفاظ إلا لغاية. لا يوجد حرف وضع في مكانه إلا لحكمة. لم تصغ جملة من الجمل بطريقة معينة إلا لهدف. من هذه الآية المباركة نحن يمكن قرأناها مرات متعددة وكثيرة، بس ماذا فهمنا من ورائها من إشاراتها من مضامين معانيها؟ هذا أمر آخر. نحن نقرأها للتبرك لأن وقد نتأمل شيئا فيها،
الإمام الحسين سلام الله عليه كما ورد في الرواية قرأها فعلق على ما جاء فيها بتعليق لطيف جدا، قال: فبدأ الله بذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة منه، لعلمه أنها إذا أديت وأقيمت استقامت الفرائض كلها هينها وصعبها. كنت التفت إلى هذا التعليق الرائع. ليش الله سبحانه وتعالى أولاً ذكر المؤمنون والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض؟ أول عمل إشارة من أعمال المؤمنين والمؤمنات التي يتعاضدون عليها، يتعاونون على تطبيقها، قال: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ثم بعد ذلك ويقيمون الصلاة. ونحن نعلم أن الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها، لكنها هنا لم تذكر أولا في الآية. الله ما ذكرها أولا، الله ذكرها ثانيا بعد الإشارة إلى فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليش الله بدأ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الإمام سلام الله عليه نفسه يعلل ذلك بقوله: لعلمه، لعلم الله عز وجل، أنها أي فريضة الأمر والنهي إذا أقيم، إذا أديت وأقيمت. شنو الفرق ما بين أديت وأقيمت؟ أكو فرق واضح. أديت يعني أن الفرد من المكلفين، من المكلفين هو بنفسه عمل بهذه الفريضة، هو بنفسه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. لكن أن يقيم الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بمعنى أن يتعدى فعله نفسه إلى الأمر للآخرين، يوجه الآخرين، يدعو الآخرين من إخوانه، من أهل بيته، ممن لهم له كلمة عليهم، يدعوهم إلى الالتزام وأداء هذه الفريضة. فإذا القضية لا تقف عند حد الأداء الذاتي والفرد، لا، إن أديها إحنا، وأيضا علينا أن ندعو إلى الآخرين إلى أدائها. فإذا لعلمه، علم الله عز وجل، أن فريضة الأمر بالمعروف أنها إذا أديت وأقيمت شنو النتيجة تكون؟ قال: استقامت الفرائض كلها، هذه الثمرة، هذه النتيجة من وراء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، استقامت الفرائض كلها هينها وصعبها. كأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يقول لنا ويشير إلى هذه الملاحظة الهامة، الحقيقة التي قد تغيب عن كثير من الناس: اعلموا أن الصلاة إنما تقام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الزكاة إنما تؤتى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصوم إنما يؤدى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحج إنما يحج الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنما يجاهدون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهكذا كل الفرائض حتى التوحيد، توحيد الله عز وجل يعتمد على
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه مهنة الأنبياء ومهنة الرسل والأوصياء، الدعوة إلى التوحيد. لولا أنهم دعوا الناس إلى التوحيد لم يكن هناك توحيد، لولا أنهم نهوهم عن الشرك لبقى الناس على شركهم، بقي الناس على شركهم. إذن التوحيد يعتمد على الفريضة، هذه المهمة العظيمة، الفريضة المضيعة، الفريضة المهجورة، الفريضة المنسية في المجتمعات الإسلامية وللأسف الشديد. النبوة تعتمد، إيمان الناس بالنبوة، إيمان الناس بالإمامة، كل ذلك يعتمد على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول إحنا إذا التزمنا بالأمر بالمعروف وأخذنا بالنهي عن المنكر، فمؤدى ذلك، ثمرة ذلك بمعنى آخر إقامة الدين، إحياء الشريعة، حياة العقيدة، يعني هي في الحقيقة تمثل عمد هذا الدين، عمد الأحكام الشرعية، عمد خيمة الأحكام الشرعية. إذا كانت الصلاة هي عمد الدين بالنسبة إلى جميع الفروع دين، فهذه العمد الأساس، بسقوط هذا العمد الدين كله ينتهي، الناس تعود إلى جاهليتهم، الفساد ينتشر، الانحراف ينخر في المجتمع، أفراد وجماعة ومؤسسات إلى غيرها. هذه الخطورة التي نبه إليها أئمتنا وساداتنا صلوات الله وسلامه عليهم. أنا أذكر لك هنا جانبين، روايتين أو حديثين، واحد يشير إلى الفوائد، واحد يشير إلى الأضرار. فوائد أداء هذه الفريضة وإقامتها، وأضرار تركها. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه فيما يروى عنه أنه قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة، بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المكاسب وترد المظالم وتعمر الأرض وينتصف من الأعداء ويستقيم الأمر. يعني صلاح الناس في جميع جوانب حياتهم معتمد على أداء هذه الفريضة وإقامتها، هذا من الجانب الإيجابي. من الجانب الآخر في الترك شنو؟ عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم حاكما ظالما. ماذا يفعل؟ لا يجل كبيركم، الكبير منكم ما يحترمه ولا يقدره، صاير هذا يوم صاير. لا يجل كبيركم ولا يرحم صغيركم. هو طفل بعد ما يبلغ، صبي، ليش تأذيه؟ لا تسأل. ولا يرحم صغيركم وتستنصرون فلا تنصرون وتستغيثون فلا تغاثون. أو قبل ذلك يقول: ويدعو وتدعو خياركم
فلا يستجاب لهم، وتستغيثون وتستنصرون ولا تنصرون، وتستغيثون ولا تغاثون، وتستغفرون ولا تغفرون. يا الله، إذا وصلت القضية إلى هذا الحد بعد لا تسأل ليش هالمحن، ليش هالابتلاءات، ليش هالمصائب. نتيجة زين، السبب معروف. الإمام صلوات الله وسلامه عليه في تعليقه على الآية يقول: فريضة منه، فريضة منه، واجب من الواجبات على كل مكلف، مثل ما الصلاة واجبة، مثل ما الصوم واجب، مثل ما الحج واجب، مثل ما الخمس، الزكاة، الحقوق المالية واجبة، أيضا الأمر والنهي واجب. وفي كثير من الأحيان ماكو واحد من منا يقول أنه ما عندي دين، هذا مواجب علي. احنا بعض الأحيان كثير من عندنا يطرح تبريرات دين يعتقد أنها أعذار صحيحة شرعية بالنسبة إليه، لكنها في الواقع وفي الحقيقة لا، هو غير معذور، غير معذور، لأنه قادر على أن يأمر وينهى. على أقل التقادير ببيته قادر يأمر وينهى، على مجموعة إخوانه ومجموعة أصدقائه قادر يأمر وينهى. إذا طبقت هذا فيما يمكن، فمو مطالب أنه الله سبحانه وتعالى لا يكلف العباد بما لا يقدرون، لكن ما لا نقدر عليه لا يبرر لنا ترك ما نقدر عليه. الناس عمومهم وللأسف الشديد أصبحت هذه الفريضة بالنسبة إليهم شيئا هامشيا، أمرا هامشيا في حياتهم، وواجب ثانوي، ثانوي مو يعني أداه خير وبركة، ما أداه مو مشكلة. تريد أنه تتنبه بشكل أوضح إلى المسألة، خلينا نجيب هذا المثال. إذا أكو واحد من المؤمنين الملتزمين، ملتزم صلاة وصوما في شريعة الله عز وجل بالالتزام المعروف على كل حال، إذا يوم من الأيام مثلا جلس من الصباح وقد طلعت الشمس عليه ولم يصلي، هذا الملتزم وش يصير فيه؟ يتحسر له، يتحسر ويحزن ويتأسف ويتأفف ويتضجر ويقوم يلوم نفسه، لا بل قد يلوم حتى أهل بيته، ليش ما قعدتوني؟ ليش ما نبهتوني؟ ليش 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 ليش؟ لأنه لم يؤدي الصلاة في وقتها. ليش هذا الكلام؟ ليش هذا الحال يصير عنده؟ لأنه يدرك ولو جزءا يسيرا من أهمية الصلاة ووجوبها وعظمتها، ما أقول يدرك كل شيء عنها، ولكن جزء من عده يدرك هذا الشيء، ماخذ حيز من فكره، من عقله، من ذهنه، من مشاعره، أحاسيسه، قلبه، نفسه، ولذلك يتأثر إذا ضيع يوم من الأيام أداء الصلاة في وقتها. لكن تعال إلى الجانب الآخر بالنسبة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يمر في الطريق على سبيل المثال في هذه الأيام أو في أيام الاحتفالات بالمواليد بشكل أوضح، يمر على بعض المضائف مثلا فينظر إلى كفد مخالفات شرعية يشوفها بعينه،
أغاني، هذه مئة ناشيد إسلامية حاطينها، هي وحدة اختلاط رجال ونساء شباب وشابات، هذا مو شرعي، مو أمر شرعي، هذا ما يجوز. شابة تتحدث ويا شاب، شاب يتحدث ويا شابة ويضحكون ويتمازحون، أنت شنو قربك من عدها؟ يمن ديرتك بس خلاص أجازت أجازة إليك الشارع، تضحك وياها وتمازحها تتكلم وياها كذا كأنه ماكو بينك وبينها أي شيء. يشوف هذا الشيء، شوف هالمظاهر. على كل حال كثيرة موجودة، وهو يقدر على أن يقول كلمة حق لهؤلاء القائمين على هذه المظائف. مو صعبة يا جماعة، تعالوا التفتوا إلى الشكل، ملاحظة الشكل، ملاحظة الشكل، ملاحظة مخالفة للشرع. تعالوا صححوا أوضاعكم، عدلوا أموركم، لكن يمر على هذه المظائف وهذه الأشياء في الشارع، لأن أكثر ما يأخذ يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، واصل طريقه وكأن شيء ما صار. شكيل يحضر مجلس من المجالس، يحضر مجلس من المجالس، واحد من الحاضرين يقعد يلوك بلسانه فلان وفلان وفلان، يتحكى على هالعالم، يتحكى على ذاك المرجع، يسب هذا المؤمن، يشتم في ذاك المؤمن، هذا المؤمن زين، هذا يسمع. هذا إذا صار يعني واحد من اللي مثلا ملتزمين أكثر ما هنالك، يغض الطرف عنه وكأنه ما يسمع شيء، يغض الطرف عنه وكأنه ما يسمع شيء، أو بعض الأحيان لا يضاحك وياه. الله يغرب لبليسك، ما تجوز عن هالسوالف. عجيب، الله يغرب لبليسك، ما تجوز عن هالسوالف. شنو يرتكب منكر من أعظم المنكرات، كبيرة من أكبر الكبائر، ربنا يشبهها بأكل لحم الميت. هذه تفوت في تفوت في عضد مجتمعك، تأخذ من دينك، تأكل من حسناتك، تجعلك شريكا مع هذا الإنسان في سيئاته. ليش أسكت؟ قادر أن أقول إلى فلان اتق الله، أقدر ولا ما؟ واحد من بعض الأحيان يقول دين، أقول له بس مو قدام الناس. لا، أنا بعض الأحيان أقول أنها مثل هؤلاء، لأنه ارتكب الخطيئة أمام الناس، لازم الأمر بالمعروف طبعا بالأسلوب الأمثل والأحسن يصير أيضا قدام الناس. ليش؟ حتى هذول اللي سامعين حاضرين البعداء عنكم دين أهل الإيمان، دول اللي حاضرين وياه ويسمعونه دي يتكلم بهذا، هم أيضا يتعظون، هم أيضا ينتصحون، هم أيضا يتأمرون. أما إذا جيت أنت تكلمت بعد ذلك الوحدة، صحيح قد يأثر فيه ويلتزم هو زين بذلك، لكن هذول اللي سمعوه ده يحكي، وش راح يصير؟ باكر يقولون فلان حكى، ما شوف كلمته، ما حكيت وياه، يدرون عنك ان انت راح تكلمته دين الوحده. لا، يعني هي في الحقيقه تحتاج الى مرحلتين، مرحله الامر والنهي بشكل عام، وايضا روح لبعدين اخذه على جنب وكلمه، قل له فلان ما يجوز لك، هذه وراها عقاب. تقدر تقول الكلمه ولا ما تقدر؟ مو صعبة، هذا ما راح يوديك لا سجن دين، ولا راح ياخذ مالك، ولا راح يسوي لك شيء. واحد من اخوانك من اصدقائك عادي لو امرت، يمكن نسمع ونطنش، خلي ولي الادهى والامر من ذلك. انه بعض الاحيان اللي حاضرين دين، اللي حاضرين لا يقفون مع الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر،
وإنما يقفون مع المأمور بالمعروف والمنهي عن المنكر. المخالف فلان، شفيك على فلان؟ ليش تحكي وياه هالشكل؟ وهذا الكلام يقول مو صحيح. عجيب. ليش؟ خايفين على نفسيته تتأثر يعني. طيب ليش ما تخافون على دينكم؟ ليش ما تخافون على الدين؟ ليش ما تخافون على الشريعة؟ هذا خطر يتهدد المجتمع، مو خطر يتهدد هو الوحدة. لو هو الوحدة أمر آخر، بس خطر يتهدد الجميع. فهذا الذي يخاف على هذا الإنسان سيكون لا شك شريكا في فعله المنكر، وهو ما سوى شيء. باكر يجوا يحاسبونه، تعال انت اغتبت فلان، شاركت في غيبة فلان. انا ما حكيت عليه. عجيب، شلون ما حكيت عليه؟ شلون ما حكيت عليه؟ وانت فلان سمعته يقول زين، ما امرت بمعروف، لا، واللي امره بمعروف قمت تدافع انت عنه. هذا خطر عظيم وداهم، داهم يدهم المجتمع بلا شك. سلام الله عليك أبا عبد الله. لما وجد بني أمية وهذا الخطر الذي يخططون من خلاله لمحق الدين وإبادة أهل الدين، وقف وأنا أحق من غير، وأنا أحق من غير. رأى هؤلاء يفعلون ما يفعلون فلم يعد لم يطق صبرا. سؤال معترض هنا، تاريخيا بعض الأحيان يسأل بعض المؤمنين، ليش الإمام الحسين سكت 10 سنوات من بعد موت أخيه الحسن حتى موت معاوية لعنة الله عليه؟ ليش سكت 10 سنوات؟ الحسن توفي سنة كم؟ 50 للهجرة. زين، وصل خبر معاوية وموته أواخر 60 للهجرة. زين، يوم اللي وصل خبر معاوية في سنة 60 للهجرة، صار 10 سنوات الحسين ساكت. ليش هذا السكوت؟ ما كان معاوية يعني خالف، ما كان عنده كذا، لا كان. لكن اللي كان يحكم الإمام الحسين سلام الله عليه بالعشر سنوات الأولى شنو؟ الصلح الذي عقده بينه وبين المعقود بين أخيه الحسن صلوات الله وسلامه عليه وبين معاوية ابن أبي سفيان. فإذا نهض الإمام ضد معاوية فهو نقض للصلح، وهيهات أن يكون الحسين ناقضا لذلك. لكن يوم توفي معاوية ومعاوية خلف من بعده يزيد، هنا انتقض الصلح. واللي نقض من؟ نقض معاوية ابن أبي سفيان. فيزيد حاكم غير شرعي. يجي لك واحد أعمى البصر والبصيرة يقول لك يزيد حاكم شرعي وأجمعت الأمة على خلافته. أي أمة اللي أجمعت على خلافته؟ ما تدري، ما أكو إجماع لا على خلافة حكم الناس. بس على كل حال وجد الخطر العظيم فأعلن رفضه لبيعة يزيد وخرج من المدينة. إلى وين يروح؟ إلى مكة المكرمة، مأمن الخائفين، ومن دخله كان آمنا. لكن الحسين صلوات الله وسلامه عليه لم يكن فيه آمنا.
ما كان فيه آمنا. ليش؟ لأن الأوامر إجت اقتلوا الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. فبينا هو يطوف حول البيت فإذا بهاتف يهتف به، يسمع صوته لا يرى شخصه. يا حسين اخرج من مكة فإن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. فلما سمع الهاتف بأبي هو وأمي حول حجه إلى عمرة مفردة كما يقول بعض من يروي ذلك. ثم أنه عليه السلام لما أتم مناسك عمرته أقبل ألصق ظهره بالبيت الحرام بالكعبة المشرفة ونادى في الناس مخبرا لهم عن نيته الخروج من مكة وترك الحاج هذه السنة، لأن الله شاء أن يراه قتيلا، ودعا الناس إلى نصرته. ألا ومن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله. أجركم الله. تسامع الناس بالخبر فعلت الصيحات من داخل البيت إلى خارجه وكأنهم ينادون وحسينا ومظلوما. يا ارتج البيت بالبكاء والنحيب حزنا وأسفا على الحسين وعلى أهل بيتي. خرج الحسين بعد ذلك قافلا إلى بيته أعلم أهله بالخروج من مكة إلى أرض العراق. أجركم الله. وأمر بالرواحل فأعدت حتى أركبت عليها جميع النسوة والأطفال. خرجوا جميعا إلا امرأة واحدة أبت أن تخرج حتى يأتي إليها كافلها. فلما علم بذلك أبو عبد الله صاح في بني هاشم: يا بني هاشم، أين قمر العشيرة؟ أين أخي أبو الفضل العباس؟ صاح العباس: لبيك أبا عبد الله، لبيك يا ابن رسول الله، مرني بأمرك. يا ويلي، رفع رأسه ونده: يا صاحب الباس، قوم بساع طلع اختك يا عباس، خلنا نرحل قبل ما تسمع الناس،
وعلينا يا ابن اخويا يا ابن ابويا الخلق تلتم. يقصد عباس لخته وطب عليها ولجذب سيفه ووقف ما بين يديها. شالت راسها وشافت وليها سلم وبوجه زينب تبسم. صاحت رفعت راسها وشافت ابو فاضل اطمأن قلبها سرت بذلك سرورا عظيما. صاحت هلا بجيتك يا عباس صاحت هلا بجيتك يا عباس يا راعي الزود يا كاسب النوماس. اش عندك بالدرع معلمو بالطاياس واشوف انك بجيتك هاي مهتم. قال اخي ان اخي الحسين امر بالرحيل الى العراق فقومي بنا نرحيل. قالت فمن يكون كفيلي؟ تقل صاحيت يا ضو عيوني ودليلي يا ابو فاضل يا اخوي اقعد احكيلي انا ياهم نرحل وياكم كفيلي. يباري محملي وبيت والزم يدق ايد على صدره وصاح يا اختي يدق ايد على صدره وصاح يا اختي قومي بشيمتي وطلعي بختي. اخيك لفدي لك مهجتي من يدناياك وبكف المحتم. لما سمعت ذلك من خرجت مسرورة يا ويلي قالت لنعمني وكافو بوجودك الممشى يحل. طلعت وعباسي حدي والزيم الضجه لا ينهل وكل ساعة عباسي ونزل محمل الحور يعد ويلي صد ليال حسين وناشم صد ليال حسين وناشد شنينا زيل تكبير الفلك. قال لي يا اخويا نزلت تدري بخيتنا مديلا ما تعرفي الذل والهضم فطنيت على العز والعون. ولتك يا عباس اتحضر يوم اطلعت من كرم ستريت وجهك فوفها اولي والدمع على الخد سايله
ويتام عدها يا مقيدة والنوق صعبة مهزلة ولو رادت الناقة تعثر يضرب خواتك. أيوة زينب ومصيبتايا تحرك اللعن قليلا فإذا قد أقبل عبد الله بن جعفر إلى الحسين قلقا يا فزعا إلى أين أبا عبد الله؟ قال إلى العراق. ما حدا بك إلى الخروج عن مكة؟ قال شاء الله أن يراني قتيلا فإن كنت تعلم أنك تقتل ما معنى حملك هذه النسوة؟ قال شاء الله أن يراهن سبايا. يقل له السنة عيدي وحجيت عين بأرض الطفوف ورد ضحي بها الصناديد الذي حولي يوقف هذا جسم مقطعين وذاك مقطوع الجفن وهذا ما يحصى يحظى بساعة بين عرسه وذبحته لو تشوف شلون هروي من يناديني شباب ابتدي بالتلبية والنوح ما بين الاطنان نوب صوب المشرعة وانظر قمر عدنان غاب نوب وسط المعركة للولد ارفع جثته وحسيناه وانا بيت الله وظل من فيض طبراتي غريج الحجر نحري يا ابن عمي ويتاماي الحجيج تسمع لها حول جسمي من الضرب حنة وضجيج بين عادي والعدو تدري شديدة واليتيم يا الله أنا وادي حجي غير وادي والشهر غير الشهر وحسيناه أنا وادي حجي غير وادي والشهر غير الشهر تنقضي كل هالمناسك يوم عاشور الظهر أضل مرمي على الثرى ويصعد على صدري وحسينا إلهنا نسألك وندعوك يا محمد وآله الطاهرين اغفر لنا وارحمنا عافنا واعف عنا تب علينا أنك أنت التواب الرحيم وأن الحاضرين احفظهم فردا فردا اقضي حوائجهم ارحم موتاهم شافي مرضاهم اغني فقراهم يسر أمورهم سهل مطالبهم المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع تقبل اللهم منهم بأحسن قبولك وأجرهم على ذلك بأفضل ما عندك.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأغث شيعة محمد وآل محمد في كل مكان. فرج اللهم عنا وعنهم وعن إخواننا المؤمنين وأخواتنا المؤمنات المعتقلين بفرجك القريب العاجل يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج وسهل له المخرج. جعلنا من أنصاره وأعوانه المستشهدين بين يديه وفي جملة أوليائه. أغثنا اللهم بحقه وانصرنا وارحمنا به يا غياث المستغيثين وخير الناصرين وأرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ابعث ثواب سورة الفاتحة إلى أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات، موتى الحاضرين والمؤسسين والشهداء والصديقين والعلماء الربانيين ومات على الإيمان والدين، لهم جميعا رحم الله من يهدي ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.